طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله حنتكلم عن موضوع بسيط للبعض وللبعض الآخر قد يكون مهم جدا مستفيد منه ظاهرة التدريس وطلاب الدراسات العليا في الحصول على المعلومات أو الأوراق العلمية للاستفادة منها في البحوث وكتابة الأوراق العلمية. طيب، اللي هو موقع جوجل سكولر أو الباحث الأكاديمي، أو ندخل على طبعا جوجل كلنا بنعرفها، نكتب سكولر S C H, تظهر عندنا بداية طوالي سكولر، نعمل عليها كليك، يظهر عندنا جوجل سكولر، نعمل عليه كليك. هنا ظهر عندنا سفينة مستطيل حق البحث لجوجل سكولر. طيب، مثلا أنا بدخل، مثلا عندي بحث عايز أبحث عنه، زي مثلا هي موداليتيز أكسس، أنا مجرد ما عملت عليها كليك أو كتبتها أو أي عنوان أنت تكتبه، أي بحث أنت عايز تكتب تبحث عنه، بس بتكتب في المستطيل ده اسم البحث اللي أنت عايز تبحث عنه، تعمل سيرش. فهنا شايفين إنه هي موداليتيز ظهر لي، هيموداياليسيس أكسس ظهر لي قرابة 711,000 بحث عن الهيموداياليس. طيب، نشوف هنا عندنا في أقصى يسار الشاشة في السينس 2020، سينس 2019 وسينس 2016. دي البحوث هنا مثلا قال 2711,000، دي كل البحوث المكتوبة عن الهيموداليسيس اكس. لكن انا مثلا الدكتور طلب مني، هو المشرف طلب، قال لي يا اخي والله انا عايز بحوث حديثة من 2016 الى 20، او قال عايز 2020 فقط، بقوم اضغط على 2020 تظهر عندي كل البحوث المنشورة في 2020 اللي هي ظهرت عندنا هنا 3760 بحث. طيب، لو عايز من 19 ل 20 هضغط على 19، كده بتظهر عندي زاد العدد شوية، 17800 بحث، دي للبحوث اللي هي المنشورة عن الهيموداليسيس اكسس من 2019 إلى 2020. مثلا السوبرفايزر قال والله أنا عايز البحوث من 2015 إلى 20، بنضغط على كاستم رينج اللي هي بنعمل من 2015 إلى 2020 ونضغط على سيرش. كده شايفين عدد البحوث زاد إلى 56400، دي البحوث المنشورة عن الهيموداليسيس أكسس في العام من العام 2015 إلى 2020. طيب، نحن مثلا عايزين ننزل بحث معين، طبعا على أقصى اليمين هنا بتلقوا لينكس، اللينكس دي اللي هو بتقدر تنزل منها البحث مجانا. هنا مثلا البحث ده موجود هنا في صيغة PDF، نضغط عليها نعمل عليها كليك، بنلقى انه طوال immediately البحث بينزل معانا، نزل معانا البحث، بنقدر نعمل له داونلود من هنا من أقصى اليسار، عندنا تنزيل بنعمل على كليك، بنعمل له حفظ على الديسكتوب، وبعدها بنستخدمه أي استخدام نحن عايزينه، وكده بيكون الموضوع سهل وبسيط. نرجع تاني نشوف لو عايزين بحث تاني وهكذا، الأمور سهلة جدا جدا، بتحصل على بحوث موثوق بها، بحوث حديثة أو قديمة as you like، بس أنت اللي بتحدد الزمن اللي أنت عايز تبحث فيه. وإن شاء الله نتمنى إنه تفيد عدد من الناس، وما تنسونا من صالح دعواتكم، وإلى اللقاء.